محيط. ثم قال جل وعلا بل هو، هذا الذي يكذبونه، بل هو قرآن مجيد، إليه المنتهى في الشرف، إليه المنتهى في البركة، إليه المنتهى في الهدى، إليه المنتهى في العلم، لا كتاب أعظم منه، نزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن هذا القرآن أصله في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو اللوح الذي لا يتبدل ولا يتغير. هنا يذكر بعض أهل التفسير كما صنع القرطبي رحمه الله خبرا عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية رحمه الله ورضي عنه. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين، لكنه يقال له ابن الحنفية تمييزا له عن أخويه عن الحسن والحسين، وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، تزوج علي رضي الله عنه وأرضاه فأنجب منها محمدا هذا الذي عرف بمحمد ابن الحنفية، وكان ذكيا مع شجاعة. قيل له ألا ترى أن أباك يرمي بك في الحروب والمهالك ويستأثر بالحسن والحسين؟ فقال على الفور إن الحسن والحسين عينا أبي، وأبي يحمي عينيه بيدي، يحمي عينيه بيده، وأنا يد أبي. فما أجمله وما أكمله من جواب. الذي أردنا علاقة الحسن وعلاقة محمد بن الحنفية هنا بقول الله عز وجل في لوح محفوظ، أنهم ذكروا أن الحجاج بن يوسف كتب إلى محمد بن الحنفية يتوعده، فكتب إليه محمد بن الحنفية أيها الحجاج لقد بلغني أن لله تعالى كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك عن نفسك. وهذا من أعظم ما يمكن أن يجاب عنه في رد وعيد من يكيد بك ويمكر. قال أيها الأمير لقد بلغني أن لله تعالى في كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك. فهذا من بيت النبوة، فكلامه هذا قبس من نور يخاطب محمد بن حنفية الحجاج. الله عز وجل قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأخذ عبارة اللوح المحفوظ وذكرها محمد في كتابه هذا، وقد ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.